صباح بالخير كل المشاهدين وانضموا لنا هلا طبعا عن اول وجديد. قبل ما نمرق عند الشاف نشوف شو عنده ونشوف كمان بصلاة السينما اللبنانيه شو في من افلام. بقول لكم انه كندا رح تلتقوا فيها تقريبا على الساعه 12:05 مع اسئلتكم المباشره. رواد جوي يسلم لي هالصباح الحلو، انا بحارب كرمال نفسي لابقى دائما قويه بالحياه. برافو رواد. سعيد نحال صباح نور، انا بحارب كرمال كمل دراستي بمستوى عالي، بحارب الواحد كرمال رزقه كرمال ولاده وعائلته، بنحارب كلنا تنوصل لمستوى الرقي. هي كلمه يعني كلمه مثابره عوض كلمه محاربه ان صح التعبير. سعيد نحال من وهران الجزائر. كمان ممكن هيدا الشيء، بس اوقات نحن بنحارب لامور وبتاخذ من وقتنا وطاقتنا لامور يمكن ما بتستاهل. هيدا كان موضوع الصبح يا سعيد. ريتا صباحك مثل حبات المطر بفرحنا وبيبعت الامل بحنايا ارواحنا، صباحك ورد يا ارقى صباحاتي. ثانكيو يا ريتا. بحارب كرمال الحق ونصرة المظلوم، لقلبك كل السعادة ولقلبك. مي رضوان صباح الخير يا مي. لفتاريا حجي صباح وجوزيف، انا بحارب للمبادئ الاخلاقية والانسانية، ما بهمني الديانة اللي بوقف معه، المهم الانسانية. وبحارب ل يوصلوا أولادي للمكان المرموقة اللي بتمنيها، قالوا خلونا نحارب للسلام وللإنسانية. طبعا كل واحد عادينه الله يعينه يا رفتاريا، طبعا مش هون منحارب كرمال هيك، منحارب للأمور اللي بدنا نوصل للأهداف اللي بدنا نوصلها. لم يا نصر الله صباحك خيرات ورحمات من الله، منحارب من أجل النجاحات والتقدم والحصول على رضا الله عز وجل، فإذا رضا الله عنا بتتحقق كل الأمنيات. دمتم بسعادة أنت وكل أسرة البرنامج. تانكيو يا لميا. جمال غانم صباح الخير، انا ما بحارب الحياه لانه كل شيء بالحياه مساله وقت، حتى الحياه بحد ذاتها مساله وقت، بس خلال حياتي بسعى احقق احلامي وكل شيء بدي اياه. مجرد ما حطيت شيء ببالي بكفي فيه للاخير، حتى لو كان نهايته صعبه بس ما بوقف بنص المسافه. جمال كثير حلو اللي قلته، كثير حبيت لانه جملتك رح احط لك لايك عليها هيك، حبيت تركيبه الجمله. مزبوط، واحد بحارب لاهدافه ويحقق احلامه، هي اهم شيء. اذا صدقنا الحلم ممكن يتحقق. دحدوحة بصور صباح الورد والياسمين، بحارب الحياة كرمال ولادي هني كل حياتي، وبحارب كرمال نفسي حتى أكون إنسانة ناجحة وسعيدة. إن شاء الله الكل منكم يقدروا يحاربوا للأهداف السامية اللي هني بيحبوا يوصلوا لها بالحياة. ما نضيع وقتنا مع الأمور السخيفة والبسيطة اللي ممكن ترجعنا لورا، ومع عالم ممكن ما تفهمنا وما تكون عارفة ليش عم نحارب. خلينا نروح على صلاة السينما اللبنانية نشوف شو في عنا من أفلام مع غيتا. سنة حلوة يا جميل، عقبال المية. وينك وين قطعتهم من زمان؟ مين أحلى كلب بالدنيا بابا؟ أمرني تيدك أنا. ليك إذا بتقرب علي بدي كسر لك إجاك اتنين مش وحدة. قدي عمرك كريم؟ 36. كتير كبير علي. طلع على شوف الكل عقوطه. أليزي أليزي جاكو، إجيك مكتوب. شي جاكو عنده مشكلة. شو؟ لما أولادهم بيحملوهم هيك بصيروا يعرفوا قيمتنا. ضمن أفلام هالأسبوع الفيلم اللبناني الكوميدي مطلوبين أو وانتد، فيلم بيطرح قضية جديدة بطريقة رائعة عن أربع أشخاص كبار بالسن بيهربوا من دار للعجزة من أجل مشكلة إنسانية، مع مجموعة من الممثلين وعلى رأسهم جورج دياب، سهام حداد، دعد رزق وعيدة صبرة، وبالإضافة لجورج بوخليل، جوزيان بولوس وبيير رباط. الكتابة والإخراج لنبال عرقجي. وتو ذا مون أند باك معي حق. أنا بفرجيكم. بوليس عم بفتش علينا، حطوا صورنا على الأخبار. واو صرنا ستار، طلعنا على التيفي، طلعنا حرامية وحيكبونا بالحبس. قوم يلا. We did it. The world's first dragon Viking utopia. Your utopia, maybe. Mine's less crowded and more... sanitary. Hey, bud, wait up! Oh, my God. He's not the only one. She's a light fury. Oh, sorry. Did she just disappear? وفيلم الانيميشن How to Train Your Dragon 3 The Hidden World بين نسختين 2D و3D وباللغتين الإنجليزية والمدبلجة للعربية. وقت اللي هيكوب بيكتشف أنه توثلس مش النايت فيوري الأوحد، بيضطر يفتش على الهيدن وورلد قبل ما يلاقيه جريمل، بأصوات كيت بلانشيت، جيرارد باتلر
وجونا هيل. It's you and me, bud. Always. Need help, sir? Oh, officer, hi. You need help? No, I'm fine, thank you. What do you got there? Pecans. I'm delivering pecans to my niece. Pecans? Here. Yeah, pecans. She makes the worst pecan pie you've ever tasted. I feel sorry for her husband, but, and I feel sorry for the pecans, too. والفيلم الدرامي The Mule عن محارب سابق بالحرب الكورية بتم إلقاء القبض عليه خلال نقله للكوكايين بقيمة 3 مليون دولار لمصلحة عصابة مخدرات مكسيكية مع كلينت إيستوود، برادلي كوبر، مايكل بينيا وأندي غارسيا والإخراج لكلينت إيستوود. This is the last one. I'm sorry for everything. The machine comes up with the probability of two people staying together. Your chances for a successful relationship are 75%. Congratulations. So, I have to show you something. In a very real way, we're teaching him how to feel. So, Colin wants to start my socialization immediately. Asked him if I could learn to dance. وفيلم الساينس فيكشن زوي عن أشخاص من غير البشر الحقيقيين وكيف بيشعروا بالحياة وحتى كيف بيوقعوا بالغرام وكيف البشر المحيطين فيهم عم يتفاعلوا مع هالمفهوم مع أوين ماكغريغور، ليا سيدو، ثيو جيمس وكريستينا أجيليرا. बहुत बड़ा कमीना है तू भाऊ जे मला माहित नाही ते सांगा टेल मी समथिंग आई डोंट नो والفيلم الكوميدي سيمبا عن شرطي سابق عم يستمتع بكل الملذات اللي بتقدمها حياته الخاليه من الاخلاق والمبادئ لغايه ما يمر بظروف صعبه وقاسيه كتير بتخليه مضطر يغير مجرى حياته نحو الطريق الصحيح مع رانفير سينغ ساره علي خان واشويني كالسيكار His methods are ingenious. Right there. He's a master of disguise. What have you done with Sherlock? Why, Watson? I never left. Oh, amazing. And his mind is brilliant. Angle of approach. Compensate for warp and flaw. Termination of mosquito. Well done, Holmes. Oh, my God! Watson, stop panicking! Murder in Buckingham Palace. Solve this case in 4 days or I will kill the Queen. Signed Professor James Moriarty. وفيلم المغامرات هولمز أند واتسون وهو رواية كوميدية عن كلاسيكيات الأحداث الغامضة اللي بيعيشوها شيرلوك هولمز ودكتور واتسون مع ويل فارل، كالي ماكدونالد، جون سي رايلي، رالف فاينز Rebecca Hall. Take the photograph. I will take it. You see, it's sort of a self-photograph. He's a real fan. I swear, I never do this. Hey, girl! Hey, girl!
Paris. Ma première journée dans Paris. C'est extraordinaire. Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur. Une autre fillette enlevée. Les malmaîtres ont encore frappé. Au film l'animation français Dilili à Paris. عن صبية اسمها ديليلي عم بتعيش مغامرات غريبة ببريز خلال فترة لابيل ايبوك بأصوات برونيل شارل أمبرون إنزو غاتسيتو وناتالي ديسي. الكتابة والإخراج لميشيل أوسلو. تولوز-لوتريك. J'ai votre suspect. Regardez cette tête. Dans une demi-heure, attaque de bijouterie. Paris joli, Paris pourri. Non, te protéger. Monsieur Eiffel! Nous sommes prêts à tout pour mettre hors d'état de nuire les mâles maîtres. Et nous délivrerons toutes les filles! Oh. Et cela ne fait que commencer. Ah, chabibi, jahzin? Jahzin. ما بقى في بقى انا مشكلتي بالحياه ما عندي حدا خليني فوت على السوشيال ميديا او بروح عند الشيف قد ايه بعد عنده وقت الشيف؟ اه في خبر خبريه يعني باربع دقائق بيمشي الحال شيف؟ نعم عندي سؤال كثير نعم. سؤال عن جد كيف تعمل وصفاتك؟ خبرني السر كيف تختار وصفاتك؟ خبرك؟ يلا رح خبرك لا عم بحكيك جد هلا مع خبر انه كل يوم اربع وصفات جديد هل بتكرر وصفات بتغير فيهم اكيد ولا مره نحن في شغله انه كنت بدي اخبرها على الهواء انه نحن بعالم الصباح ضمن فقرات رشه ملح نعم. ولا مره بعد عيدين وصفات الا اذا اجينا شي سؤال على الواتساب انه نرجع نعيد الوصفه بس غير هيك ولا مره عدنا وصفه هيدي على راسي بس كيف بتحضرهم كيف توصل لوصفه لا كيف بحضرهم اول شيء نحن بس يعني انا شخصيا فوت على المطبخ كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عندي مطبخ طبعا بالكيترينج فوت بيكون معي فيش تكنيك ورقه بحط الورقه قدامي وبحط الميزان وببلش على الميزان وببلش بالكوب وببلش على الورقه ضل شيل وجرب وحط طبعا مع ابحاث طويله كله بنعمل على الجرامات يعني بتعرف انا لانه بالبيت اذا بدي احضر اكل بفوت كله على النظر مثلا ما بقول انه هالقد جرامات وهالقد هلا نحن فينا كل شيء نعمله على النظر بس كل شيء بينعمل على النظر انا كل شيء بعمله على النظر ما عندي لا. اي مشكله بس في طبعا ستات بيوت بحبوا ياخذوا المقادير بالكوب او بحبوا ياخذوا المقادير بالجرام بالاخص عندك جوزيف وصفات الحلو ما بتزبط معك الا ما تكون المقادير كلها الحلو بده جرامات بس صح. شايف ممكن بتتقدم مع الحياه بتصير مثلي يعني ما تخاف يعني ما تخاف مع الوقت بصير عندك شويه خبره بالطبخ ممكن يصيروا اكلاتك مثلك انا الي الشرف هيك اتعلم منك وصفات جديده كمان الله يخليك يعني يا ريت رودي تبطل بدينتك لانه صايره اجوبتك تحت باطك والله انك عم تظلم رح نروح على ورشه ملح عند الشيف حسين صباح الخير من جديد لكل المشاهدين بأول فقرة من فقرات رشة ملح حضرنا السمك قطعنا السمك وجهزناهن طبعا في عندي فيليه السمك هيدا لكن فيليه السمك جاهز عنا لنحطهم بصينية نتبلهم بزيت الزيتون بالفلفل الأسود برشة الملح ورح فوتهم على الفرن عندي مي عم تغلي تركها مي تركها لحتى تغلي بدي اسلق فيها نودلز اما انا بهالوقت طبعا رح جيب عندي من زيت السمسم لكن رح نستعين اول شيء بزيت السمسم ورح نضيف كمان غير زيت السمسم رح حط كمان من زيت الزيتون رح حط ملح ورح حط برش الحامض كمان للسمك ورح حط كزبره يابسه بالاضافه كمان رح نحط عصره حامضه صغيره لكن عندي اول خطوه هي زيت السمسم وايضا رح جيب الفلفل الاسود كمان عندي كزبره يابسه الكزبره اليابسه بتعطي نكهه كتير طيبه بالاضافه ايضا رشه ملح صغيره وعندي من زيت الزيتون خليني لكم شغل المقادير اللي رح تشوفوها على الشاشة ما في بقلبها زيت السمسم بس ولكن أنا حبيت نكهها شوي بزيت السمسم واعطيها نكهة خاصة أيضا مشاهدينا بزيت السمسم نحن هون تبلنا السمكات وهيدي المقادير
عم نشوفها قدامنا على الشاشة. رح اجي ضيف كمان مثل ما خبرتكم برج حامض، ولكن المقادير اللي على الشاشة كمان ما فيها ايضا برج حامض. اوكي، حطينا من برج الحامض، رح اخلطهم بهالشكل مع بعض، نتبلهم بهالتتبيلة الشهية. ورح اجي للصينية، هون كمان رح جيب من زيت الزيتون، ايضا حط شوية زيت زيتون بالصينية لأقدر فوتهم على الفرن لحتى يستووا عندي السمكات. وحضر لهم طبعا الصلصة باخر فقرة من فقرات، رشة ملح اللي هي البصل بالاضافة عندي للكاري، طبعا مع الكريمة والفليفلة الخضراء. هلا اذا حبينا نحن نلونهم فينا نحط كمان من الفليفلة الملونة، ما عنا اي مشكلة. طبعا مشاهدينا فينا نجيب حيلا نوع من انواع السمك، مش انه بس تلتزموا بالفيلة، لا فينا نحن نجيب حيلا نوع من انواع السمك ونتبلهم بنفس التتبيلة، او حتى فيني جيب سمكة مسقار، او فيني جيب سمكة لقز سحبها واعملها فيلي، وايضا فوتها على الفرن بعد ما تبلها. طيب هيدا السمك رح اقدم معه حصة نشويات، رح تكون هي من البطاطا اللي رح نشويها كمان باخر فقرة من فقرات رشة ملح. الصينية رح فوتها على الفرن، رح حضر انا التحضيرات الاولية للطبق الثاني، رح اسلق النودلز لكن مشاهدينا. وبرجع بذكر كل المشاهدين بهالوقت اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشه. وانا اليوم باخر فقرتين من فقرات رشه ملح رح جاوبكم على كل الاسئله اللي بتطرحوها علينا واللي طرحتوها كمان علينا. لكن السمك رح نفوت السمكات على الفرن، المي تركها لحتى تغلي لنسلق النودلز، عندي الهليون جاهز، عندنا الافوكا كمان، الافوكا جاهز لحتى نخلط الافوكا، وايضا الهليون مع النودلز. لكن مشاهدينا رح اخبركم بعد شوي بالتفصيل عن هالوصفه وباقي وصفاتنا لليوم. اما هلا بالعوده لك جوزيف. سلام سلامة راسك. لا بدي اطلب منك شغله. نعم. عد من الواحد لثلاثين، بتعرف؟ لا ما بتعرف. طيب الالفابي او الاحرف الابجديه حافظهم؟ كمان لا. حافظ سمكه، دجاجه، لحمه، خضره. بس انه مش حافظهم، اسم الله عليك، اذا مش حافظهم بتركب هالجمل كلها، لانه قالوا يعني خلص وقتنا من قبل، خلص عالم صباح، خلص فينا نسكر ما خلصوا الطبخات، ما خلصوا، بعد في كثير. بعد في عندنا كثير. رح نضل كرمالك، لك طبخ غيابيا، بعد شوي بنشوف هيك النتيجه احلى هيك تطلع دغري قدامنا. بريك وبنرجع لنتابع مع ضيوفنا، خليكم معنا.